مشاهدينا، وللحديث عن توتر العلاقات بين تركيا واليونان على خلفية الخلافات بين الجزر في بحري إيجا والمتوسط، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. مرحبا بكم سيد يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. مرحبا بكم. قد يكون الظاهر في ارتفاع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا هو اتفاق النفط والغاز الموقع بين تركيا وليبيا، ولكن هل الأزمة جديدة وحدتها جاءت على خلفية الاتفاقية التركية الليبية برأيك فعلا؟ طبعا يا سيدي، هذا ليس هو المبرر الرئيسي وهذا هو السبب المباشر في ما يحصل الآن من استفزازات يونانية لتركيا. رأينا ذلك قبل ذلك بأعوام، لم تكن هناك اتفاقيات موقعة لا مع ليبيا ولا مع غيرها، وهذه الاستفزازات ليست أول مرة، هي مستمرة. ولكن الغريب والجديد في هذا الموضوع هو الدور الغربي وتحديدا الدور الأمريكي في دعم اليونان الغير مسبوق في تسليح الجزر الموجودة والمتاخمة لتركيا، وهذا مناقض وهذا لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية، اتفاقية باريس واتفاقية لوزان التي تنص على أن هذه الجزر يجب أن تكون منزوعة السلاح، هذا أولا. ثانيا هنالك تحركات مريبة أيضا، هنالك يعني قبل يومين وصول بارجة حاملة طائرات تركية إلى جزيرة تكريت، وإلى أيضا تسليح الجزر المتاخمة إلى تركيا، 23 مدرعة و17 مدرعة تقريبا 45 مدرعة الآن موجودات على الجزر القريبة جدا، أقل 2 كيلومتر. ثالثا اليونان يتبجح ويقول بأن تركيا تستفز اليونان، العكس تماما هو الصحيح، اليونان هو الذي يستفز تركيا، وبالتالي خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان واضح المعالم بأن على اليونان ألا أن يكون هنالك يعني ألا تخدعها الدول الغربية وألا يكرر السيناريو الذي تم به جر أوكرانيا إلى الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك القضية أكبر من ذلك بكثير، هنالك من يريد أن يعبث بأمن المنطقة ويشعل فتيل أزمة عسكرية أو ربما تتطور إلى صدام عسكري، تركيا تعي ذلك تماما. والرئيس أردوغان قال هميران لن نتورط في استدراجنا إلى ما يستنفذ قوانا، ولكن في نفس الوقت لن نسكت عن الدفاع عن حقوقنا. هذه الاستفزازات التي تقوم بها الآن أثينا المدعومة أمريكيا، ما الهدف من ورائها؟ عدة أهداف، واحد هو التشويش على تركيا وعلى الرئيس أردوغان والحزب الحاكم. نحن نعلم أننا مقبلون على انتخابات بعد تقريبا 7 أو 8 شهور، وبالتالي الآن الأوضاع وتوتر الأوضاع والدخول في أزمات، هذا سيضعف ربما تركيا سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا، وهذا ما ترجوه المعارضة وما ترجوه أمريكا التي تدعم هذه المعارضة. موقف أمريكا واضح عندما قال بايدن قبل انتخابه علينا أن ندعم المعارضة لإسقاط أردوغان في الانتخابات القادمة، وهذه أحد الفصول التي برأيي أنها تريد أن يكون هنالك تأثير سلبي على تركيا. ثانيا نعم هنالك من يتسابق على أن يحاول أن يأخذ الكعكة الكبرى من الحصة الشرق البحر المتوسط والمياه الإقليمية على حساب الدول الأخرى، تركيا لن تسمح بذلك. طيب، هنا وزير الخارجية اليوناني يعتبر الاتفاق بين ليبيا وتركيا أنه غير شرعي، أين نضع هذا الاعتبار أو الرأي؟ لا قيمة لهذا الكلام يا سيدي، إذا ما كانت اليونان ترى أن الاتفاق التركي الليبي غير شرعي، فأيضا على هذا المبدأ تركيا ترى أن الاتفاق اليوناني القبرصي المصري والإسرائيلي غير شرعي أيضا. تركيا تم تهميشها عندما تم هنالك عقد منتدى شرق البحر المتوسط الذي عقد في اليونان، وتم دعوة مصر إسرائيل قبرص بالإضافة إلى اليونان البلد المستضيفة، ولم يتم دعوة تركيا، وتركيا هي البلد الأكثر ساحلا طولا في شرق البحر المتوسط. إذا الذي يهمش تركيا، إذا تركيا تقوم مضطرة أن تقوم بعمل ما يلزم من تلقاء نفسها، وتركيا دولة ذات سيادة وليبيا دولة ذات سيادة، والاتفاق اتفاق بين دولتين لا ليس هناك ضرورة لأن يؤخذ رأي أحد في هذه المنطقة. إما أن يتم دعوة تركيا إلى الحوار الشامل للدول المطلة على شرق البحر المتوسط ويتم ترسيم الحدود بطواعية ومشتركة، وإما أن يتحملوا النتائج. بالحديث عن الأمن التركي، ألا يحق لأنقرة أن تبحث عن أمنها في الطاقة وتعقد اتفاقيات في ظل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم بعد حرب روسيا على أوكرانيا؟ هذا هو العنصر الأساسي الذي الآن تركيا تقوم به، وهي أن يجب أن يكون هنالك، تعلم تركيا أن الآن هو حرب الطاقة الآن. الطاقة هي المحرك الأساسي لكثير من الدول، أوروبا الآن تئن تحت أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الكثير من الدول الآن تبحث عن مصادر للطاقة سواء كان بترول أو نفط أو مساق الطاقة بديلة، وبالتالي تركيا نعم لديها الحق الكامل أن
تنقب وأن تكشف وأن تكتشف مصادر وأن تقوم بعمل الاتفاقيات اللازمة. كان هناك اتفاقيات مع أذربيجان، اتفاقيات تجديدية مع روسيا وإيران، والآن اتفاق مع ليبيا، وهذا حق الطبيعي. طيب الرئيس أردوغان أيضا صرح بأن بلاده لا تريد ولا ترغب بالحرب مع اليونان، ولكنها تتحدث بلغة تفهمها أثينا. ما هو مستقبل هذه الأزمة الحديثة؟ طبعا تركيا يا سيدي تريد الأمن والاستقرار والسلام، ولا تريد أن يكون هناك إشعال حروب في المنطقة، لأن هذا ما يريده الآخرون، ويستخدمون اليونان كبيدق أو كاللعبة لتنفيذ هذه المخططات، كما نجد في أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية. ولكن في المقابل تركيا تتكلم بلغة أنها يجب أن لا تتهاون بحقوقها، الحقوق التركية يتم الحفاظ عليها، ولا تسمح لأحد أن يتم أن يكون هناك يهدد الأمن القومي المائي والغذائي وأيضا النفط أو الطاقة لتركيا. وبالتالي تحديدات واضحة المعالم. عندما قال الرئيس أردوغان لليونان: عليك أن تعلم أيتها اليونان بأننا لا نمزح، وأننا ربما نأتي منتصف ليلة ما إذا ما كان هناك استجابة ضرورة لذلك، ولكن الأصل هو أن يكون هنالك فتح قنوات الحوار، وهذا ما ترجوه تركيا، تفعيل قنوات الحوار الدبلوماسية والسياسية. نعم. ولكن يد على الطاولة ويد على الزناد. نشكركم الشكر الجزيل الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تحياتي.